في كهف شاندر التاريخي الواقع عند سفح جبل بيرادوست في إقليم كردستان شمال العراق، بزغت أولى ملامح وجه إنسان نياندرتال الذي سكن في هذه المنطقة قبل أكثر من 75,000 عام. فالتنقيبات الأثرية تثبت يوماً بعد آخر أن وجود الإنسان والخطوات الأولى للتحضر بدأت من أرض العراق. الاكتشافات التاريخية التي تم العثور عليها بكهف شاندر أحد أكبر وأقدم كهوف العراق غيرت المفاهيم الأساسية عن إنسان العصر الحجري وسلطت الضوء على التاريخ البشري المغل في القدم. فهذه هي شاندر زيد، امرأة إنسان نياندرتال التي عاشت في الكهف الواقع شمال مدينة أربيل بعد أن أعاد علماء في جامعة كامبريدج تشكيل وجهها بالشكل الذي كانت تبدو عليه عندما كانت على قيد الحياة اعتماداً على البقايا المسطحة والمحطمة للجمجمة ذات العظام الرقيقة جداً. أولاً وقبل كل شيء، إنها جزء من مجموعة نعلم أنها محظوظة. إنها مجموعة فريدة من 5 أو 6 رجال تم إحضارهم إلى هنا. نحن نتعلم الكثير عن شاندر زيد وعن حياتها وكيف عاشت هنا وكيف ماتت. لقد كان العمل مع العظام المكتشفة صعباً للغاية حقاً، فقد تحطمت الجمجمة حتى أصبح سمكها 4 سنتيمترات فقط. إن هذا النوع من عمليات إعادة البناء الهياكل العظمية مهم للغاية، لأنه يساعدنا جميعاً على الارتباط ببقاياها وبها كفرد وليس فقط كجمجمة ومجموعة من العظام. التقرير الصادر عن فريق جامعة كامبريدج ذكر أن صاحبة الجمجمة شاندر زيد التي تم العثور عليها عام 2018 هي الأنثى الأكبر سناً بين رفات 10 أشخاص آخرين من إنسان نياندرتال، وكانت خزان معلومات لمعرفة مجموعتها التي عاشت في العراق قبل 75,000 عام، وأعطت الشكل الفعلي لما كان يبدو عليه البشر الأوائل. لم يكن أمر ترميم الجمجمة وإعادة تشكيل وجهها بالأمر الهين بسبب تراكم طبقات صخور ورواسب عمرها آلاف السنين ونحو 7 أمتار من التربة فوقها، وهو ما اضطر العلماء إلى تجميع 200 قطعة من الجمجمة يدوياً ومعالجتها بمواد خاصة. وعند دراسة تسلسل بروتينات مينا الأسنان تم تحديد عمر المرأة ووفاتها بمنتصف 40s من عمرها. كهف شاندر كشف عن سلوك البشر البدائيين قبل آلاف السنين بمسائل الحياة والموت. فإنسان نياندرتال كان يعود إلى مكان معين لدفن موتاه بشكل منتظم والقيام بطقوس جنائزية كوضعهم على سرير من الزهور، إضافة لاكتشاف آثار مجهرية لمواد غذائية متفحمة في التربة والعثور على بقايا فحم يعود للعصر الذي عاشت فيه هذه المجموعة، والتي من شأنها أن تعطي فهماً أكثر وضوحاً عن تاريخهم البدائي وفهم الأسباب التي أدت إلى انقراض إنسان النياندرتال. عبر الكهف الضارب في القدم وبقايا إنسان النياندرتال التي تم العثور عليها أعطت دليلاً لا يقبل الشك عن كونه أحد أقدم كهوف البشرية في العالم بتاريخ يصل إلى 75,000 عام، فيما يعود تاريخ أقدم الكهوف الأوروبية وتحديداً في ألمانيا لنحو 45,000 عام. وكانت الصورة المرسومة لإنسان النياندرتال تظهره بجسد ممتلئ وشكل أقرب إلى القرود، إلا أن إعادة تشكيل وجه شاندر زيد كشف عن قرب مظهرهم من البشر الحاليين. تاريخ بداية التنقيبات والأبحاث في كهف شاندر يعود إلى 50s تحت إشراف عالم الآثار الأمريكي رالف سولكي وفريق من جامعة كولومبيا، تمكنوا خلالها من العثور على 9 هياكل عظمية نياندرتالية يعود تاريخها لنحو 80,000 سنة قبل الميلاد. ثم توقفت الأبحاث فيه لسنوات نتيجة الحروب والأزمات التي عصفت في العراق.
وفي عام 2018 تم العثور على الإنسان العاشر، وتمكن فريق من جامعة كامبريدج من إعادة تشكيل وجه شاندر زيد. ولا تزال الأبحاث والتنقيبات مستمرة في كهف شاندر لكشف المزيد عن أسرار البشرية الأولى التي سكنت الأرض.